وصلنا لمساحة جديدة رشا. دائما مع بداية كل عام في أماني هيك بتكون كلياتنا محضرين أماني أو وأحلام. ما بدي أقول أماني، خلينا نقول كمان أهداف حابين شغلات ما قدرنا نحققها بالسنة الماضية نحن، يعني نحققها بالسنة الجديدة، عادات سيئة يمكن نتخلص منها، عادات صحية، عادات اجتماعية، يعني حابين نغير دائما السنة الجديدة هيك دائما نحب يكون العنوان هو التغيير إيجابي. دائماً إن شاء الله هاي السنة تحمل التغيير الإيجابي لكافة الناس وعلى كافة الأصعدة، ومثل ما حكيتي نيرمين دائما نحن ببداية نحن على مستوى بداية أسبوع عم يكون عندنا هيك خطواتنا الشغلة، فكيف اليوم نحن مقبلين على سنة جديدة ومحملين بالكثير من أعباء السنة الماضية، فأكيد حيكون في داتا، حيكون في أجندة نقدر نشتغل عليها، أهداف وأحلام ممكن تتحقق وممكن تكون مؤجلين لاقية بال 2023. كيف نحن قادرين نبلش هي السنة؟ أكيد أسئلة حتجاوبنا عليها ضيفتنا لليوم غالية أساعيد الأخصائية النفسية. يسعد صباحك. صباح الخير، كل عام وأنتم بألف خير يا رب. وأنت بألف خير غالية، أهلا وسهلا، كيفكم؟ تمام الحمد لله. شلون هالبرد أول شيء معكم؟ لأنه باين السنة كثير رواق مع البرد. أنا بتنبأ جويا ولا بتنبأ أمنيات؟ هلا أستاذ حسن أنا لا، يعني في حالة استقرار من هون لنهاية الأسبوع إن شاء الله يا رب، شوية أجواء دافية إن شاء الله يا رب هيك تدفى لكل الناس إن شاء الله يا رب. نصبح عليك عن جديد، مثل ما ذكرنا نحن مع بداية كل سنة جديدة بيكون في عنا مجموعة من الأهداف حابين نحققها، قدامنا 365 يوم من وين بنبلش؟ هلا من 365 يوم. هلا اول شيء انت فكرتي بفكره انه انا 365 يوم شو ممكن اعمل فيهم؟ صراحه اذا بدك تعملي فيهم انجازات فهن كثير بيعملوا شغلات، بس الطريقه، الفكره على الطريقه. كلياتنا احيانا بنقول انه يا الله عندنا كثير وقت، عندنا كثير شغلات ورح نعمل كثير قصص ورح نعمل كثير حكايات وشغلات. انا متاكده انه اليوم او من كذا يوم في كتير عالم جابت الورقة والقلم وبلشت تحط أهدافها وتحط هالأشياء، ومن بناتهم رح أعمل، رح ساوي، رح أطلع، رح أنزل، رح سافر، رح أتغير، رح ساوي. وفي دراسة بتقلك أنه 80% من الناس بعد الشهر الثالث من أي سنة تطلع أوف. تخيلي أنه أنت بتكوني عاملة كتير أهداف وكتير شغلات وكتير شغلات حلوة وأنا رح ساوي وأعمل وإيه محط، نصل على بداية الشهر الثالث فبيطلع إنه رجعنا لقواعدنا الأساسية، رجعنا ما عدنا نعمل شيء، ويلا بكرة ويلا رح نساوي ورح نسوي في هالقصص. فكرة 365 يوم حلوة ولكن بدها سلاسة ومراوغة، وأنا أعني الكلمة تماما مراوغة، وحسن تفكير عالي كتير وسلاسة وطولة بال. تخيل هدول المطايات كلياتهم لحتى تقدري تتغلبي على 365 يوم وتطلعي نوعا ما بهدف أو هدفين أو ثلاثة إذا كنت أنا كتير تعبانة على حالي وشاغلة كتير على حالي، فأنه ثلاث أهداف. أكثر الأخطاء اللي ممكن يعملوا فيها الناس واللي ممكن يفوتوا فيها بدوامات هو طريقة صنع الهدف، طريقة عمل الهدف، طريقة تحقيق هذا الهدف، وكيف بدي أصل له، مين الناس اللي بدها تساعدني، شو الإمكانيات، كيف أفكر فيه، كيف بشوف الأشياء السوداوية تبعه، كيف بشوف الأشياء البيضة تبعه، كيف خطواته. كل هدول الأشياء للأسف نحن بنحط الهدف وبننسى المعطيات تبعه، فبنطلع بعد 365 يوم بنفس الأجندة تبع السنة الماضية عم نحطها اليوم وعم نتفرج عليها. طيب مشان ما ننقل هاي الأجندة من سنة لسنة وما نطلع بعد الشهر الثالث مثل ما استخدمتي مصطلح الأوف، خلينا نحكي اليوم بالمعطيات. وهل أنت مع اليوم أي حدا فينا يحط أكثر من هدف وأكثر من أمنية، أو نحن اليوم لازم هيك نعمل جرد نحن بشو بحاجة أكثر شيء، شو هو الهدف اللي ممكن نحن يخلينا نحقق حلم عم نعيشه كرمال ما نعيش هاي الفوضى يعني بالمعطيات؟ تمام. طيب الأكثر غلط صراحة لقلك نحن بنعمله، ويمكن أنا كمان كلياتنا بنعمله بدون أي استثناء، بنروح بنعمل أو بنختار هدف كتير كبير. حقنا نحلم بالهدف شو من كان نوعه وشو من كانت امتيازاته وقد من كان حجمه، ولكن أنا لما بدي روح أعمل هدف أنه أنا مثلا بدي أعمل إنجازات كتير كبيرة، بدي أتعلم لغات، بدي سافر، بدي ساوي، بس أنا الفكرة أنه حقي أحلم، ولكن حقي أحلم لما أنا بكون عندي معطيات، عندي قدرات. ليه نحن من أخطأ بتحديد الهدف؟ بروح بنحط هدف أعلى من إمكانياتنا ومن طموحاتنا، بنصل لحتى نحاول أنه نحقق فيه، منلاقي الإمكانيات اللي موجودة عنا لسه ما نجاحزة، بصير عنا شيء أنه خيبة أمل، تراجع، وبتجي للأسف المجتمعات والناس الموجودة حوالينا كمان بتلعب دور كتير كبير أنه عجود أنت بدك تعمل هيك من كل قلبك، من كل عقلك ناوي أنك تعمل كذا، ما بتزبط معك، غير الفكرة. هدول الأشياء كلياتهم وانا بيرجعوا بيخلوكي انه انت هيك تتراجع على وراء تهدلي شوي انه ايه عن جد انا شو عملت. فكرة انك تعملي هدف
يمكن الناس كلها تقول لك انا معقول اعمل هيك، قال بدنا نبلش باهداف كثير صغيره وبسيطه وقابله للتحقيق. يعني هدف كثير صغير، يعني انه شو الهدف اللي كثير صغير؟ في عالم مثلا بتقول لك انا هي السنه حاطط ببالي اقرا 100 كتاب، انه اوف طول بالك يعني شو 100 كتاب يعني ما بتزبط معك. ليه؟ لانه انت بعد فتره حتملي، حيضيق خلقك، حصير عندك شغلات تتغير عليكي، ممكن حتجي عندك مؤثرات، ممكن شغلك، ممكن بيتك، ممكن عائلتك، ممكن عرض مرضي ما بتعرفي. فهدول ال 100 كتاب اللي حيصير عندك بعدين انه اكتئاب، انه انا ما عملت اعمل ولا كتاب. تعي قولي له مثلا انه جربت تقرا بس لدقيقتين او لخمس دقائق كل يوم. خمس دقائق كثير شغله بسيطه علي، انا بقدر اقرا لاكثر من هيك. اوكي خلينا نجرب الشغلات البسيطه، تجربه نعمل الشغلات البسيطه حققناها، الدماغ بيعمل انه واو برافو انه انت عملتي خمس دقائق حلوين. الخمس دقائق بتصير 10، العشرة بتصير 20 وهكذا. اما انا افتح له دغري انا اليوم بدي اقرا خمس ساعات، انت خمس ساعات رح تفتح الكتاب ورح تنام بالاربع ساعات الباقيه، يعني مثل ما كنا ندرس يعني تتذكروا اسرع طريقه للنوم وقت الجامعه تفتح الكتاب، بس تفتح الكتاب اذا الان اكتبي مذكره من فوق وانه اليوم انا حبلش اقرا هالمحاضره واتركوا الباقي للمنامات. حكينا شوي عن الشروط يلي نحن نقدر نبني فيها الهدف، ولكن في كثير اشخاص فعليا ما بيعرفوا كيف يحطوا اهدافهم او ما بيكون عندهم هذا التواصل الذاتي ليعرفوا هن شو بدهم، يعني تمام. ببداية العام الجديد بيكون في حالة من الضياع، فكيف ممكن احنا نساعد هدول الاشخاص؟ حلو. هلا في خطة كتير بحبها انا وجربتها صراحة ويعني نافعة، بس بدها شوية طولة بال ورواق. اسم الخطة هلا تطلع من ثلاث حروف. كيف؟ قال كل حرف في له معنى. نبلش بحرف الهاء يلي هو الهدف. غالبا كلياتنا هلا حنطلع اليوم يا الله انا متحمس وحاعمل وايم وحط وسط، بتحسي حالك حتخرب الدنيا انه انا طالعه انه انا الحدا الخارق يلي ما بيتكرر. اوكي فكل حرف الهاء هو الهدف. انا بدي اسال حالي انا هاي السنه عندي هدف؟ شو هو الهدف؟ ليه انا بدي اوصل؟ شو الفكره اللي انا بدي اياها؟ شو الشيء اللي انا عم بسعى مشانه او ليه؟ شو الاهداف؟ هلا الناس كثير للاسف وكلياتنا بنروح بنعمل ليست كامل، بتلاقي اذا 365 يوم فعندك 365 هدف. مستحيل 365 هدف بدك تكوني كثير خارقه للطبيعه لتقدري تعمليهم كلهم. فحرف الهاء هو انا حدد الهدف، شو الهدف اللي انا بدي اياه من هي السنه؟ شو لازم اطلع انا؟ شو لازم شيء انا اعمله؟ تمام؟ برجع للحرف اللام اللي هو ليش؟ طب انا ليه بدي اعمل هيك؟ فلنفرض انا هذا الهدف عندي هي السنه انه انا بدي انزل وزني. تمام؟ أنا بدي أضعف هاي السنة، بدي عندي هاي، طب أنا هدفي أنحف، طب أنا ليه بدي أنحف؟ مثلاً شو؟ لأنه أنا عندي مشاكل صحية، لأنه أنا ممكن ينتزع شكلي، لأنه أنا كذا، ليه؟ هذا حرف اللام، إنه ليه؟ يعني هذا بيجي الفيول تبعك، إنه أنا طلعت الهدف بس حرف اللام إنه أنا ليه؟ في كتير ناس بتحط لك هدف، مثلاً بتقولي له أنا بدي أعمل أقدم على الدكتوراه وأقدم على الماستر، طب ليه؟ والله ما بعرف هيك بس مشان أزيد شهادات. كتير ممكن للأسف تسمعيها من بعض الناس انه في ناس مثلا بتقلك انا والله انا هدفي هالسنه اتزوج، طب ليش بدك تتزوجي؟ ما بعرف بس هيك انه خلص ثاني اقول تزوجت سنه الكون اللي ليه انه ايه ما بتعطيك هدف. طيب هون غاليه ما انا عم نحكي عن مهارات الوعي الذاتي لشخصنا. تمام. ما انا اذا عندي مهاره انا بعرف انه انا بدي اشرب هذا الفنجان انا ليه عم بشربه. كل شيء اذا ما بتعطيه سبب فانت حتضيعي فيه بعد فتره، انه ما تردلك احساس الحماس انه انا بدي اعمل كذا لانه انا بدي اعمل كذا. بيجي عندك الحرف الاخير اللي هو الهمزه تبع هلا، الافعال الثابته، الاشياء المكثفه. يعني حاعطيكي مثال، حطيتي الهدف انا بدي اضعف، انا بدي اعمل رساله دكتوراه، انا بدي كذا، انا بدي كذا، اجى حرف اللام اللي فيول لانه غالبيتنا ما حنكلم يعني انا بدي اعمل هيك لانه بدي اذاكر فلانه. للأسف في كتير ناس هدفها لأنه بده يذاكر حدا. نعم. وهذا ما له هدف وبعد فترة رح يموت اللي فيول تبعه لأنه هو ما له شيء أساسي. فبيروح هذا بتجي الأفعال الثابتة إنه يلا أنا اليوم نازل على الرياضة رح أعمل مشي رح أعمل كذا رح أضبط مدري شو. بيجي لك هذا الحباب الظريف تبع رفيقتك طلعتك تعملي رياضه حتى حرمي حالك من هالاكل الطيبه اللي انا بالله من عقلك بتقلك والله من كل عقلك شوفي ما احلاكي وانت ناصحه بتجنني وبلشت هالقصص راح الفعل الثابت. صح. خلصت السنه وانا مبسوطه بحالي لا عملت شيء ولا ساويت شيء وانا بس هيك عم ودع ايام وعم بتطلع. هي الخطه صدقيني بسيطه كثير حلوه كثير بس بدك حدا شو يعمل اهداف كثير صغيره وكثير بسيطه بتخليكي بعد فتره تتحفزي. حاعطي مثال كثير بسيط، الناس بدها تقرا
تعالوا نجرب فكرة بدل ما حط لي إنه أنا عندي هذا الخرافي اللي بقرأ 5 ساعات، تعالوا نجرب نعمل قراءة لعشر دقائق. 10 دقائق بس، أنا بتوقع منضيع وقت على تليفوناتنا أكثر من هيك بكثير. صحيح. 10 دقائق ونبلش بالشغلات سلسلة بسيطة لدى تنزل وزنة. أنت جرب بس بعد عن الأكلات اللي تقيلة، بحيث أنه أنا أمشي لمدة 10 دقائق. إذا أنا بأكل مثلاً هاي الطريقة بس اليوم رح أخفف، رح أقوم أقل شوي. إذا بدي أعمل دراسة أو شيء ما في داعي تحط 5 محاضرات وتقرر أنه أنت اليوم بدك تخلصهم وأنت بعد 10 دقائق حتنام. اقرأ 3 صفحات ورجع أعمل الشغلات البسيطة، وما تحملوا حالكم أكثر من طاقتكم. الغلط اللي بنعمل فيه نحن أنه أنا بحمل حالي أكثر من طاقتي. بالنهاية أنا عندي قدرة، عندي طاقة، والناس اللي حوالي يا بتشجع يا بتهدم. والأهم من هذا كله نصيحة، لا تحكوا على أهدافكم لأي كائنين يكون. ليه؟ لأنه 3 شغلات ما بتنحكى للناس. قدي معك مصاري، وشو هن أحلامك، وحالتك العاطفية. قدي معك مصاري نيرفي. هدول 3 شغلات صدقيني يعني أنا قد ما كنتي أنت مبسوطة فيهم رح أقول أولي أنا ما عندي مثلهم. قدي معك مصاري، وحالتك العاطفية، وشو هن أهدافك. الثلاثة إذا ما بحبك رح أطلع عليك فيهم إنه كيف صبتوا معك وشلون، وإذا ما قدرت لك رح كسر فيهم. طيب حكيتي إنه نحن ما نحط أهداف كتير كبيرة وأهداف كتير ضخمة. طيب خلينا نحكي كمان، في عدو لتحقيق هاي الأهداف هو عادة التأجيل يلي نحن بنسويه، إنه يلا مو هذا الأسبوع الأسبوع اللي بعده، أو خليني أعمل هاي الشغلة قبل هاي الشغلة. هاي العادة كيف نحن ممكن نتخلص منها؟ هلا يا سيدتي قبل ما نحن نتخلص منها، لقلك نحن بناخذ جائزة نوبل بالتسويف. احنا جماعة كثير بنحب التسويف يعني للأمانة. قديه نحن، وأنا أول حدا يعني، قديه نحن جربنا يلا بكرة يلا بعد شوي السبت، يعني السبت من أول الأسبوع، خلص خلص من أول الأسبوع. أكثر شيء بنعملها هي لما بنكون عم نحاول نخفف وزن، يعني إنه اليوم بروح باكل كل الطاولة وما بحرم حالي شيء، ومن بكرة بتفيقي بكرة بتلاقي أكلة طيبة، حدا عازمك، شغلة بالبراد ما خلصت، لا بدي خلصها، ومن بكرة نحن بارعين بالتسويف وبالبسبسة. هي طبعا أنه بس لو، وبس لو أخرنا. للأسف عنا مبررات أنه نسوف، وما عنا مبررات أنه نقنع حالنا. ليه؟ قال دماغنا يا صديقتي بحب الراحة، بحب يستمتع. في حدا بحب أنه هيك يضل مستمتع قاعد كل النهار ما عم يعمل شيء، ما عم يجي كل الشغلات الحلوة، فهو بيروح بدور على الشغلات المريحة أكثر. انه يلا بلا ما نحرم حالنا هالاكله، خلينا ننام بلا ما ندرس، خلينا نتاخر شوي بلا ما نروح على الشغل، فهو بيروح على مكان الراحه. تجي انت تعذبيه انه لا بدك تعمل بدك تسوي، شو نعمل ما نتخلص؟ المكافاه، كلياتنا بنحب المكافاه. لما بتعطيه شغله بسيطه وانت بتنجزيها وبتكافئي حالك على هذا الشيء، هرمونات دماغك بتتفاعل بعد فتره انه انا كل ما انجزت في مكافاه. يعني أنا مثلاً قلت إنه أنا اليوم إذا نزلت على شغلي بكير والتزمت وكنت رواقة كتير وعملت إنه أنا أكون حدا كتير منيح، فأنا رح كافئ حالي فنجان قهوة بمكان أنا بحبه ولحالي، ما في حدا معي. رتي طبعا إنه هيك، طبعا على أقل إنه بتعدي أنتي مع حالك، بتعدي مع حدا فهيم يعني. صحيح. أنتي وحالك يعني كافأتي حالك، أو ناطرة أنتي كنزة، ناطرة شغلة، ناطرة مكافأة، فأنتي كافأتي حالك فيها. بعد فترة بتكبري المهمة، فبيعرف الدماغ كل ما تكبرتي مهمة بيتفاعل إنه في إنجاز أكثر. هاي الأشياء كلياتها اللي بتخليكي تلغي عادة التسويف نوعا ما وبالتدريج، وتبلشي تحققي أول بأول. إن شاء الله هيك نصائح كانت كتير مهمة بآخر أيام بال 2022، ونطلع على 2023 بقليل من التسويف والبسبسة مثل ما قلتي. وتكون هيك أحلامكم وأحلامنا محققة بإذن الله. بدي أتشكرك اليوم لحضورك، وكل عام وأنتي بألف خير. وأنتم بألف خير، وسنة حلوة على الجميع يا رب.